عاملين ايه يا اساطير؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعنا لكم من جديد بفيديو جامد جدا من حلقات عمو ماش. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك بتاعك، الاشتراك في القناه، عايزين نوصل 400,000 في اقرب وقت. وما تنساش اهم حاجه الصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. في المره اللي فاتت مرغت حاكم مسكن ارغا حاول يقتل ماش بسبب تحريض اوتر موهوب السماء ليه، ولكن بتحصل مفاجأة وبيظهر موهوب السماء راين اللي بيوقف مرغت واتباعه باستخدام قوته المهولة. وزي ما عرفنا راين كان عنده 3 خطوط في وشه، وده بيدل على ان راين موهوب سحر مفيش زيه. وبسبب موهبة راين نجح انه يحول عصايته السحرية وغير شكلها الخشبي وحولها لسلاح حقيقي وقوة فتاكة. وبعد ما مرغت واتباعه اتضربوا على ايد راين، ما كانش قدامهم حل غير انهم ينسحبوا من المكان. وماش اللي كان هربان من البيت بعد ما سرق اكبر فطيرة كريمة ممكن عينك تشوفها بيسمع اصوات الانفجارات اللي بتحصل بسبب القتال، ومع وصوله بيبدا يراقب المعركه من غير ما يتكلم. ولما بتخلص بيروح يشكر راين على مساعدته، بس راين بيعرف انه ما بيحبش المجاملات وبيقول له كل اللي هو عاوزه منه، وهو انك تكون واثق في نفسك وتستعد لاختبار موهوب السماء والتحديات اللي هتحصل فيه. وطبعا ماش بيطنش كلامه وبيقضيها لعب لحد يوم الاختبار. ولما بيروح الاختبار بيقابل هناك موهوب السماء تقيل الدم اللي اسمه اوتر، وبيفضل اوتر يستهزئ بماش وبيعرفه انه يفضل يضايقه لحد ما يفشل في اثبات نفسه. بس ماش بيتحداه وبيقول له انه هيثبت نفسه قدام العالم كله، وبيتقدم لساحة الاختبار والمعارك السحرية. وللأسف الأكاديمية كلها بتطالب بخروج ماش اللي بدون سحر من الاختبارات وبيستهزئوا بيه. وماش بيكون واقف في صمت ومش عارف يقول لهم ايه، فهل ماش هيخليهم يغيروا رأيهم من خلال الاختبارات ولا هيفشل وهيتم اعدامه؟ ونعرف مع بعض ماش هيعمل ايه في الوقت اللي طلاب الأكاديمية استهزئوا بيه بسبب عدم قدرته على استخدام السحر. بس قبل ما نبدأ بقى في الحلقة الجديدة عاوزك تركز معايا وتدعمنا بلايك، عاوزين نوصل المقطع ده ل 10,000 لايك. بنروح لماش اللي بيكون واقف وسط الساحه، وبيبدا المتنمرين في الهتاف على ماش وبيطلبوا منه انه يرجع بيته. وفي واحد من المتقدمين للاختبار بيقول لهم على كده اي لازمه الاختبار بقى لو ماش هيدخل فيه، ده المفروض نروح للبيت ونجيب الناس اللي بدون سحر يكملوا الاختبار بدلنا، اكيد في غلطه بتحصل يا جدعان. في الوقت ده فين بيكون واقف مكانه ومش عارف يتصرف وينقذ ماش من الموقف ده ازاي. ودوت ولانس بيكونوا متضايقين وبيزعقوا مع الطلاب والجماهير. وفين بيفكر ان حياه ماش كلها بتعتمد على نتيجه الاختبار ده، واكيد ماش دلوقتي مضغوط بشكل كبير جدا ولازم اشجعه واخليه ما يسمعش للمتنمرين دول. وبيروح لماش وبيقول له ما تركزش مع كلام الناس العبط دول، وما بيلحقش يكمل كلامه بيلاقي ماش بيقول له انه عاوز يروح للبيت. وفين لاول مره بيتصدم من ماش اللي بيكون صريح جدا في كلامه وبيقول له ما اقدرش الومك، انا لو كنت مكانك تحت الاستهزاء ده كنت اتبخرت وانا واقف. وعلى الرغم من ده بيستعد المرشحين ال12 لبدء اختبارات موهوبين السماء، وبيكون اسم اللعبه والتحدي اللي يدخلوا فيه هو الاقصاء. واحسن طريقه للفوز في لعبه الاقصاء هو النجاه لاطول فتره ممكنه، لان التحدي بيكون في الحقل المميت اللي غالبا هيطردوا في القتله ويحولوا يقبضوا عليهم. وهتكون القواعد بسيطه جدا، وهي البحث عن المفتاح المخفي والهروب من الحقل المميت. وفين اول ما بيسمع كده بيقول ياه اخيرا اختبار مش خطير ومش هيموتني في اول دقيقه. بس بيكون في شعور مخيف جواه، ولكن سرعان ما بنعرف ان المفتاح موجود في قلب مراره السمكه الغاطسه المفترسه، والطريقه الوحيده للحصول على المفتاح هو تفجير المراره دي زي البالونه باستخدام السحر كده. هو بيكون فين مستريح جدا وبيحاول يداري شعور الخوف اللي جواه، بس اول ما المعلقه بتقولهم انهم لازم يهربوا من 3 اشخاص قاتلين طول الطريق، فين بيعيط من الرعب بيقلبها صياح. ومع ان الاكاديميه كلها بتتفرج عليه الا ان فين من الخوف بيقع على الارض وبيفضل يعيط. وبنعرف انه طبعا لازم ينجح في تحدي الاقصاء علشان يوصل للاختبار الحقيقي، وطبعا كل تصرفاتهم هيتم عرضها للجمهور واللي هيغش في التحدي هيتعمل فطيره كريمه. وبتعلن المعلقه عن بدايه التحدي، وسط تركيز ماش وباقي المرشحين بيتفتح الباب بتاع الحقل المميت، وبيبدا المرشحين اللي منهم ماش في الدخول واحد ورا الثاني. وطبعا فين بيفضل على الارض في امل انه ينجو بحياته. ومع دخول المرشحين جوه الحقل بيتفاجئ الواد اللي كان بيستهزئ بماش، لانه واحد من القتله اللي بيكون ماسك ساطور وبيظهر جنبه وبيهجم عليه. ولما بيحاول المرشح انه يضربه بالسحر القاتل ما بيتاثرش خالص، والمعلقه بتقول لهم خلوا بالكم لان القتله ما بيتاثرش بالسحر والهجمات السحريه. وطبعا القاتل بيهجم على المرشح وبيقسمه نصين بكل هدوء. وبنعرف ان اول ما القاتل بيضرب المرشح هيتم نقله خارج الحقل وهيخسر التحدي، بس شعور الالم هيفضل موجود. بينما فين اللي عمال بيسمع كلام المعلقه بيفضل يندب حظه اللي دخله الاكاديميه بتاعت السحر. ودوت بيقول له يا اسطى استرجل كده، وكل اللي هنعمله هو الهروب من السفاحين وقطاع الطرق اللي واكلين مال اليتيم دول، وهندور على المفتاح الخروج وبس كده يا سيدي. هو بيلحقش يكمل كلامه وبيعرفوا ان في واحد تم استبعاده من المرشحين، ولانس بيلاحظ ان مفيش اي تلميح او
الملاحظة عن مكان القتلة، ويفضلوا يتحركوا وهم مش عارفين حاجة داخل الحقل علشان مجرد مفتاح ملوش اي 60 لازمة. وما عدا الا ان في استراتيجية لحل التحدي لسه ما ظهرتش حاليا. وبيقول واحد من المرشحين ان الامتحان ده هدفه انهم يعرفوا ازاي المرشحين يستخدموا السحر للهروب من المرشحين. والمعلقة بتأكد على كلامه بتقول للجميع ان القتلة مجرد وهم مصنوع من سحر قوي جدا لتحديد قدرات المرشحين والشيء اللي هيعملوه لما يواجهوا خصم فتاك لا يمكن انهم يهزموه. وبتقول لهم ان افضل حاجة في المواقف دي التراجع والهروب بحياتهم. والتحدي ده عبارة عن تحدي لتحديد قدرتهم على الهروب من الخطر والطريقة اللي هيستخدموها علشان يهربوا. وعلى عكس المتوقع دود بيزعل ان التحدي مش عاجبه، اما فين فلسه مفكر نفسه في عزا وعمال يعيط. وبيبدأ الجمهور في الاستهزاء بقوة المشاركين في التحدي لان في واحد من المرشحين خسر في اول دقيقة. وبيقولوا ان في السنة اللي فاتت موهوب السماء راين هو اللي كان في الاختبار ومستحيل يقارنوه بالفاشلة دول. في الوقت ده المعلقة بتقول بقى على صوتها للمرشحين انهم يهربوا باي طريقة من السفاحين دول. والصدمة ان ماش بيكون قدام واحد من السفاحين وبيديله لكمة بتخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه، بينما الجمهور كله ما بيكونش مستوعب اللي ماش بيعمله وازاي جاله الشجاعة ان يواجه سفاح بدون سحر. ومع دهشة الجميع من المشهد اللي شايفينه المعلقة ما بتقدرش تنطق لان ماش قدر انه يقضي على سفاح قاتل بدون استخدام اي سحر. لا مش بس كده، ده مجرد ضربة واحدة بيخليه يصرخ ويترمي على الارض والجمهور والطلاب كلهم بيكونوا هيتجننوا لان الاختبار ده هدفه الهروب مش مواجهة السفاحين. والمرشح اللي خسر في اول دقيقة بيقول انه ما قدرش يقف قدام السفاح لثانيتين حتى زي ماش. في الوقت ده ماش بيرفع قبضته بيقول انه هيبحث عن المفتاح باي ثمن. ومع ان ماش قرب انه يبوظ الامتحان ويهزم السفاح الا ان السفاح بيقوم مرة تانية وبيكون واضح عليه الغضب. فماش بيبص له بكل برود وانه ملوش اي لازمة. والمعلقة بتستغل اللحظة وبتقول للجمهور ان السفاحين دول مش بيموتوا نهائيا وعاملين زي الزومبي بالظبط، واي ضرر بيتعرضوا ليه بيشفوه بسرعة كبيرة جدا. وماش بيعمل نفسه مصدوم وبيقول لهم ايه التعب ده كله، كده كده انا اهرب منهم احسن. وبيعتمد مبدأ الجري نص جدعنة وبيقول لهم عاوزين حاجة انا اخلع دلوقتي. وبيفضل يجري بسرعة مهولة والسفاحين بيجروا وراه. واثناء ما ماش بيفكر في مكان المفتاح بيقول لو صحابي معايا كنا لقيناه بسرعة، لانه ما بيحبش يفكر كتير. في الوقت ده حد بينادي على ماش وبيستخب ورا جدار حجري والسفاح بيفشل انه يمسكهم. ومع تعبه بعد الجري ده كله السفاح بيغادر المكان. والشخص اللي انقذ ماش ده بيحمد ربنا ان السفاح سابهم ومشي. وبيفهم ماش ان السفاحين بيتفاعلوا مع الصوت لان بصرهم ضعيف جدا وهيكونوا في امان لو ما عملوش اي صوت. وماش بيكون في عالم تاني وبيقول لهم انا حاسس ان جسمي بقى صغير بس الحمد لله، يعني بعدها بيشكره لان ساعده على الرغم من انهم في الاختبار. وعلشان كده بيطلب من ماش انه يكون فريق معاه للخروج من التحدي بسلام. هو بنعرف ان اسم المرشح ده اسمه ماكس من مسكن ادلر زي ماش بالظبط. بس على الرغم من ده ماش بيقول له بس انا نجم معرفش انت مين اصلا، هكون فريق معاك ازاي؟ بعدها بدقيقتين بنشوف ماش وهو ماشي مع ماكس وبيحاول يقنعه انه انقذه ولازم يكون فريق معاه. ومن الواضح كده انه نجح في استغلال بطلنا ماش ابو عقل صغير. وبيقول له ماكس ان بالنسبه لمكان فبسبب تحركات القتله فمكانه واضح جدا. فماش اللي ما بيحاولش يستخدم عقله بيقول له ايه اللي واضح يا ابني بس؟ فماكس بيقول له خليك فاكر ان الاختبار ده علشان يعرفوا قدرتنا على التكيف مع الاوضاع الخطيره، ومن الناحيه الثانيه لازم نلاقي حل. طبعا ماش بيعمل 100 ايرور بسبب الكلام الكبير اللي كلكع ده. فماكس بيقول له انت معايا ولا اغمى عليك يا عم انت؟ فماش بيعتذر له بيعرفه انه كلماته كانت معقده زياده عن اللزوم فما قدرش يستوعب. فماكس بيجيب له من الاخر وبيقول له خليك ماشي ورا السفاحين وتحركاتهم وتوصل لمكان المفتاح. على الجانب الثاني دود بيكون مستخبي وجسمه كله بيرتعش من كتر الرعب اثناء ما السفاح ماشي جنبه. ودود اخر ما بيزق من الاختبار والهروب بينادي باعلى صوت على السفاح. واول ما السفاح بيظهر دود بيطلع يجري وهو بيصرخ اكتر من فين اما لانس، فمن الواضح انه لقى المفتاح بدون مساعده. بعدها بنشوف ماش وماكس اللي بيتسللوا من جنب السفاح بهدوء، وماكس بيشاور لماش اللي ما بيعملش صوت. وماش بيخبط في ارضه وبيكون هيقع. وماش بيكون متوتر وخايف لانه لو وقع فالسفاح هيسمعهم ويلاحقهم، بس ماش بيحطم الارض وبيدفن رجله فيها علشان ما يقعش بكل سهوله. وبيطمن ماكس ان السفاح ما بيلاحظش وجودهم وبيتكلم مع ماش وبيشاور له انهم واضحين جدا. واثناء كلامه بيلاحظوا ان فعلا المفتاح موجود قريب من السفاحين. ومع ان المفتاح موجود في مرارة السمكة اللي شبه البالونة بياخدوا بالهم ان في حاجة تحت البالونة متوصلة بيها. وماكس بيخمن ان منفاخ، واكيد ماش بيتهور وبيقول له سيب الموضوع ده عليا، كل اللي هنعمله اننا نستخدم المنفاخ علشان نفجر البالونة دي. وماكس بيقول له استنى ما تتهورش لان من الواضح ان ده فخ. وماش اول ما بيحط ايده على المنفاخ المنفاخ بيعمل صوت عالي جدا وبتفشل محاولات ماكس في ايقاف ماش. وبعدها بنشوف ماش وماكس اللي طالعين يجروا بكل سرعتهم والسفاحين طايرين وراهم. وبعد
بعد ما بيهربوا بنجاح اخيرا ماكس بيقول لماش انت عبيط ولا مجنون؟ فماش بيقول له بالراحه علينا يا عم انت، احنا هربنا بنجاح من السفاحين. فماكس بيقول له حرام عليك انا بموت من التعب. وبيفكر ماكس ان الضغط على المنفاخ عمل صوت واستدعى القتله، وللاسف سحره بيسمح له انه يغير حجم الاشياء ومن الصعب اني املى بالونه بالهواء. فماش بيقول له علشان كده جسمي بقى صغير جدا. وبيكون ماش محتار وبيفكر ازاي هيملوا البالونه بالهواء، وماش واقف ومش فاهم ايه سبب تفكيره الكتير ده. وبيقول له بقول لك يا ماكس احنا نجرب نكسر وخلاص بقى. وماكس بيفكر في كلامه، وفعلا بعدها بنشوفهم عند البالونه اللي في قلبها المفتاح. وماكس بيعرف ماش ان السفاحين مشيوا وانهم بيبداوا مهمتهم. وماش بيطلع على البالونه، وبمجرد ما بيتحرك البالونه بتعمل صوت عالي جدا وبيطلعوا يجروا من السفاح تاني كالعاده، والسفاح بيقول لهم اللي هلمحوا وهمرجحوا. بعدها ماكس بيكون بيجري على عكس ماش وبيبدا يشرح لماش ان بمجرد لمس البالونه فبتعمل صوت عالي جدا وشكلنا مش هنقدر نخرج المفتاح. بس بيفكر انهم لو كسروا المنفاخ زي ما ماش بيقول المفتاح ممكن يقع فعلا. وبعدها بنشوفهم واقفين قدام البالونه بعد ما كسروا المنفاخ، وبيتوقع ماكس انهم يستخدموا السحر علشان يخلي المفتاح داخل البالونه، ومفيش حل قدامهم غير انهم يفجروها باستخدام السحر. وبيكون ماكس محتار في السحر اللي استخدموه بعد ما دمروا المنفاخ بغبائهم. وماش بتيجي في دماغه فكره جهنميه، وفي الوقت ده بنشوف السفاح اللي بيتجول في المكان، وماكس بيكون مستخبي وبيراقب تحركاته. ومع رحيل السفاح بيتكلم مع ماش وبيطلب منه انه يستعد. في اللحظه دي بنشوف البالون اللي ماش كسره، وهو بيكون الجمهور متابعين اللي ماش وماكس بيعملوه من خلال مرايا سحريه، وبيتريقوا على ماكس اللي استخدم سحر علشان يخلي البالونه حجمها اكبر، وبيقولوا انه ما بيفهمش حاجه لانه خلى الانفجار كده بقى اصعب من الاول بكتير. وبنرجع لماش اللي بيكون بيرقص وبيتحرك بغرابه، والجمهور كله بيكون متفاجئ من تصرفاته الغريبه. واول ما ماش بيعمل وضعيه معينه الجمهور كله بيكون مذهول، لان ماش بيكون على وشك انه يعمل رقصه بريك دانس. اما ماش فبيكون واقف على الارض بس بالمقلوب وبيبدا يدور حوالين نفسه بسرعه كبيره لدرجه انه بيعمل تيار كبير من الهواء بيخلي الجمهور كله هيتجنن. اما ماكس فبيفتكر ان الحل لتفجير البالونه بسيط جدا، وانه بعد ما كبر حجمها فماش هيجبر الهواء انه يدخل لعنق البالونه الضخمه. وعلى الجانب الثاني بسبب رقص البريك دانس ماش بينجح في تكوين عاصفه من الهواء، ومجرد ما ماش بيقترب من البالونه البالونه الضخمه بتنفجر والمفتاح بيكون موجود جواها. بينما الجماهير بيقولوا ان ماش عباره عن سلاح حي، ولما بيوقع المفتاح من البالونه ماش بيمسكه بيرفع ايده وماكس بيكون فرحان. بس طبعا السفاح بيقول لهم يانا يا انتوا النهارده، وبيطلع يجري وراهم. في الناحيه الثانيه في شخص بيوصل لواحده من البالونات وبيستخدم طاقته وتعويذه سحريه وبينجح في تفجيرها والحصول على المفتاح، والشخص ده بيكون لانس. وبنروح لدوت اللي بيفجر البالونه بقوه ناريه وبيحصل على المفتاح هو كمان، وكمان مارغت بيكون مع المفتاح. اما فينفا بيكون قاعد بيبكي في الزاويه. وبنرجع لماش وماكس اللي بيرقصوا بسعاده، ولكنهم سرعان ما واحد منهم بيلاحظ انهم حصلوا على المفتاح. وماكس بيقول لماش انه سعيد لانهم نجحوا في الحصول على المفتاح، لانه ما كانش متخيل انهم ينجحوا يفجروا البالونه حتى. وماش بيقول له وهو ماسك المفتاح هنعمل ايه؟ ولما ماكس ما بيفهمش قصده ماش بيقول له انهم حصلوا على المفتاح واحد، وبيقول لماكس خده واستعمله. في الوقت ده ماكس بيتصدم من طيبه ماش وبيقول له انت شخص جيد وجدع. فماش بيقول له مش متاكد من كلامك الصراحه بس ما علينا. وماكس بيكمل كلامه وبيقول لماش خد انت المفتاح، وبيعرف ماش المخرج من الطريق اللي جنبهم، والافضل انه يتحرك بسرعه لان ترتيبه في الاختبار بيعتمد على وقت الانتهاء منه. بس ماش بيحاول يعرفه انه كده هيخسر، ولكن ماكس بيقول لماش ان راين حكى له عنه، وماش بيقف يسمعه مش في دماغه. وماكس بيقول له انه ما صدقش في الاول انه شخص طيب زي وهيبقى موجود، وبيقول له المهم دلوقتي بعد ما عرفت الاختبار بيتم ازاي فهقدر اخلصه لوحدي. ومع سكوت ماش ماكس بيطلب من ماش انه يسيبه ياخد فرصته ويثبت نفسه، وانه عاوز يساعده الافضل انه ياخد المفتاح ويمشي. ومع تردد ماش اللي ما بيكونش عاوز يمشي ماكس بيقول له انا زميلك واكبر منك ومساعدتك تعتبر شرف ليا. واخيرا ماش بيوافق انه يمشي، واثناء رحيله من المكان بيشكر ماكس جدا. بعدها ماكس بيكون ماشي علشان يشوف هيعمل ايه ولا هيعدي الاختبار ازاي، بس هو ماشي بيتصفي راسه بدون ما يلاحظ، ولما بيبص علشان يشوف في ايه بيقول ان احساسه كان في مكانه، وبيظهر الشخص اللي اصاب ماكس، وبنعرف ان اسمه كار من مسكن اوركا. وبيكون ماكس بيفكر انه هل كده بذل كل اللي يقدر عليه في مساعده الطلاب الاصغر منه، وبيبدا في القتال مع كار. على الجانب الثاني بنشوف ماش بيخرج من حقل الاختبار، ولما بيخرج بيدوله اكل وشرب علشان يستعدوا للاختبار الثاني. بعدها بنشوف دوت وفين اللي طالع عينيهم ومش قادرين يتحركوا، وماش بيقابلهم، ودوت بيعرفوا ان المتفجرات اللي بيستخدموها ساعدته في الاختبار، وماش بيطمن عليهم كلهم. ولانس بيعرفوا انه اتفاجئ لما نجح في الاختبار حتى بدون استخدام السحر، فماش بيعرفوا انه حصل على المساعده اثناء الاختبار. وبيبدا ماش في التفكير عن السبب اللي خلى ماكس يطلب منه انه يسيبه ويغادر الاختبار، ومن الواضح ان في حاجه بتحصل معاه. ولما لانس بيلاحظ ان ماش بيفكر على عكس العاده بيقول له في حاجه بتحصل معاك ولا ايه؟ فماش بيكون لسه يحكي له اللي حصل، بس بيقاطعهم صوت المعلقه اللي بتقول ان تسعه بس هم اللي
هيتأهلوا من الاختبار الاول وهيروحوا للاختبار الثاني، ويا ترى مين الشخص اللي هيلاقي المفتاح الاخير؟ في اللحظه دي بيتفتح الباب وبيخرج منه ماكس، ولكنه بيكون فاقد للوعي وبيقع على الارض وهو بينزف الدماء من كل مكان. وبيخرج كارو بيكون انتصر على ماكس بطريقه وحشيه جدا، والمعلقه بتقول انه تمادى في قتاله مع ماكس اكتر من اللازم، وشكل تصرفه ده اعلان للحرب على مسكن ادلر اللي هم ماشي فريقه. وبيتمادى كارو بيدوس برجله على راس ماكس وبيقول انه مش محتاج للضعفاء اللي ملهمش اي لازمه، علشان كده مش مهم هيعمل فيهم ايه. وبيتصدم كار لما في شخص بيقطعه، والشخص ده بيكون ماشي اللي بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وقف العبط ده بسرعه والا هديك لكمه اجيب اجلك. وبيقول له كمان ايه السبب اللي خلاك تاذيه للدرجه دي. في اللحظه دي كار بيفضل ساكت، اما في ما بيكونش متخيل اللي يحصل، لان كار من اقوى طلاب السنه الاولى ويعتبر واحد من افضل الطلاب زي لانس، ومش دلوقتي بيواجهه. في الوقت ده كار بيمسك كوبايه ميه وسط توتر الجمهور وبيروح يصبها على راس ماش وبيقول ان الضعفاء لازم يخرسوا، بس ماش بيجيب كيس المكملات بتاعته وكوبايه وبيفضي شويه وبيخلي الميه اللي كار بيصبها تنزل في الكوبايه وبيقفلها وبيرجعها بسرعه، والطلاب بيكونوا مش فاهمين ماش من تصرفاته. وماش بيعتذر لكار وبيقول له ان الساعه 3 ولازم يشرب مشروب العضلات بتاعه المصنوع في البيت. وبيلاحظ فين ان مشروب بروتين ومكملاته بيفكر ان ماش مخيف جدا، لانه قدر يحول الميه اللي تتصب على دماغه لمشروب مكملات. وماش بيكمل كلامه بيقول لهم ان سر المشروب ده هو مسحوق الفاصوليا اللي مليانه بروتين. وبيقول كار انه ما كانش عاوز يقطعه، ولكن البروتين مهم ولازم ياخد وقته. وبيقول له كمان انت بتقول ان الناس ضعفاء، ولكن انا ما قابلتش في حياتي كلها شخص اقوى مني. في اللحظه دي كار بيقف في مكانه من الصدمه، وبيكمل ماش كلامه انه تعريف القوى بيختلف من واحد للتاني، لكن سرعان ما بيتلخبط ومش بيبقى عارف يتكلم. وكار ما بيفهمش ماش ده ايه دنيته ولا بيتصرف كده ليه، والجميع بيبصوا لماش. والمعلقه بتشعل الاجواء وبتقول للجميع انهم ممنوع يتعاركوا مع بعض ولازم يحافظوا على طاقتهم علشان الاختبار اللي بعده، وبتقول لهم بدون تاخير يلا بينا نبدا الاختبار اللي بعده. وبتتغير ملابسهم وهم واقفين، وفين بيكون متفاجئ وبيقول ان هدومهم لونها اتغير لثلاث انواع مختلفه. في الوقت ده بترحب بيهم المعلقه في الاختبار الثاني واللي اسمه بلوره الحياه، وانه بيكون عباره عن قتال بين الفرق، وكل فريق بيتكون من ثلاث اشخاص ومع عددهم فيكونوا ثلاث فرق. والاختبار عباره عن ان كل شخص في الفريق هيحصل على بلوره واحده، والهدف هو كسر بلورات الفريق الثاني، واي فريق هيخسر البلوره بتاعته هيتم اخراجه من الاختبار بالكامل. طبعا ماش بعد ما سمع الكلام ده دماغه ما استوعبتش وعمل ايرور. في الوقت ده دود بيزعق مع المعلقه وبيقول لها شرحك طويل وغبي وخلى قائد فريقنا مش فاهم اي حاجه، والافضل انك تخلي شرحك سهل وبسيط. فبتقول له ان الفرق هتقاتل بعض لكسر بلورات بعض. فدود بيزعق لماش وبيقول له انهم عليهم يكسروا البلورات اللي يشوفوها، وفين بيقول له اسحق اي كريستال تشوفها. وبيفكر فين انهم في فريق مختلف عن لانس، وبيبدا يفكر ازاي هينجحوا من غيره، ولكن بيقطع تفكيره توزيع البلورات. وبتقول لهم المذيعه انها هشه جدا والافضل انهم يكونوا حذرين وهما ماسكينها. وبيكون فين خايف لان مصير امتحاناتهم بيعتمد على البلوره العبيطه دي، ولسه بيفكر انه بما ان الفريق كله معاه فمش هيخسر واكيد هيكون بخير. بس اول ما بيبص جنبه بيلاقي بلوره ماش متكسره، ولما ماش بيعتذر له فين بيقول له ولا يهمك يا صديقي لسه معانا بلورتين، وما بيلحقش يخلص كلامه بيلاقي دود كسر البلوره بتاعته هو كمان، ودود بيعتذر له لانها اتزحلقت من ايده. في اللحظه دي بيصرخ فين، بينما ماش ودود بيكونوا في الزاويه. بعدها بيحاولوا يهدوه وبيقولوا له ما تقلقش لسه في البلوره بتاعتك. ففين بيقول لهم ما تقلقوش مع وجودكم معايا اكيد مش هخسر. وبتحين لحظه البدء في الاختبار الجديد، وزي المره اللي فاتت بيتم توزيعهم بطريقه عشوائيه بعيد عن بعض، وفين بيكون في مكان بعيد لوحده وهو بيفضل يعيط لانهم اتفرقوا عن بعض وبيفضل يشتم فيهم. ولانس بقى بيتوقع انهم في وضع لا يحصد عليه بعد اللي بيحصل قدامه ده. وبنرجع لفين اللي بيكون هيموت من التوتر لانه لازم يحمي البلوره لوحده وبحياته. وبكده صديقي وحبيب قلبي بتنتهي الحلقه الرابعه معانا من حكايه ماش. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.